الكنتاكي الكذاب بالبتنجان. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، يشبه كتير في الطعم والشكل الكنتاكي العادي اللي بالفراخ اللي احنا عارفينه. جربوا الوصفة الحلوة دي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة. المكونات بسيطة جدا. اول حاجة هنعمل الطبقة الخارجية، معانا معلقة صغيرة من الملح، ومعانا نص معلقة صغيرة من كل التوابل دي: فلفل اسود، كمون، كركم وكاري، كزبرة ناشفة، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، وشوية سكر صغيرين. وكمان هنحتاج للوصفة دي مكعب من مرقة الدجاج، وده عشان يدينا طعم الفراخ بالظبط. وهنحتاج كمان دقيق حوالي كوبايتين او ازيد شوية من الدقيق. هنضيف مكعب مرقة الدجاج على الدقيق، وكمان هنضيف التوابل كلها، ونقلب الدقيق مع التوابل كويس جدا عشان يتخلطوا مع بعض كويس. بعد كده هنجيب طبق فاضي وناخد حوالي 6 أو 7 معالق كبار من الدقيق اللي بالتوابل ده، وهنضيف على الدقيق ده شوية مية. هنجيب مية من الحنفية عادي خالص، ونضيف المية بالتدريج ونقلب لحد ما تتكون معانا عجينة شبه عجينة القرنبيط أو أخف شوية. كمية الدقيق دي أخدت مني حوالي 1 إلا 1/4 كوباية من المية، ممكن تاخد أقل وممكن أكتر حسب كمية الدقيق اللي شلتيها على جنب. وبيكون قوامها زي كده، زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب البتنجان، أي بتنجان عندك ينفع سواء صغير أو كبير زي ما انت شايفة كده، وأي كمية كمان تحتاجيها، يعني مفيش مقادير معينة. هنشيل الجزء الأخضر اللي بيكون فوق ده، وهنقشر البتنجان زي ما انتوا شايفين كده. انا بستخدم مقشرة البطاطس في تقشير البتنجان، اسرع وكمان اسهل، وكمان ما بتشيلش من البتنجان كتير، يعني بتشيل طبقة رقيقة جدا. بعد كده هقطع البتنجان لقطع كبيرة تشبه قطع الفراخ او قطع كنتاكي الفراخ، او اصغر شوية زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما نخلص تقطيع كل كمية البتنجان، هنضيف عليه معلقة صغيرة من الملح، ونقلب البتنجان مع الملح كويس جدا عشان البتنجان ما يسودش، وكمان ينزل المية الزيادة اللي فيه. بعد كده هناخد كذا قطعة من البتنجان وننزلهم في الدقيق بالمية زي ما انتوا شايفين كده، ونخرجهم من الدقيق بالمية دي بشوكة، وننزلهم في الدقيق، ونغلفهم بالدقيق كويس جدا، واضغطوا عليه بايديكوا شوية صغيرين عشان الدقيق يمسك في البتنجان كويس، وننفضه من الدقيق وننزله مرة تانية في العجينة. بعد كده برضو نخرجه من العجينة بنفس الطريقة، ونحطه في الدقيق مرة تانية، ونغلفه بالدقيق كويس جدا. بعد كده هنطلعه من الدقيق ده وننفضه من الدقيق كويس جدا، وممكن نعمل الخطوة دي مرتين أو ثلاثة. بس اخر مرة اما تيجوا تطلعوه من الدقيق هزوه كويس جدا بايديكوا، عشان الهزهزة دي او الحركة دي بتخلي طبقة البتنجان من برة تشبه كتير الطبقة الخارجية بتاعة الكنتاكي بالطريقة دي. بعد كده نشيله على الزيت على طول، يعني نشيله من الدقيق نحمره في الزيت مباشرة. بنسخن الزيت، بعد كده نهد النار للنص، بعد كده ننزل قطع البتنجان في الزيت، وما نزحمش الطاسة او الحلة اللي بنقلي فيها عشان الطبقة الخارجية ما تفكش من على البتنجان، وما نقلبوش كتير. اول ما يحمر من تحت نقلبه عشان يحمر من الجهة التانية كمان، واول ما قطع البتنجان توصل للون الذهبي ده نخرجها من الزيت على طول. وبس كده، الطريقة سهلة جدا، والمكونات بسيطة جدا، وكمان طعمه جميل جدا. هتحبوا الوصفة دي وهتعملوها دايما. دلوقتي هوريكوا شكله، وهوريكوا كمان شكله من جوه وشكله من بره، وازاي الطبقة الخارجية متماسكة جدا ومخرجتش من على البتنجان خالص.
شايفين شكل البتنجان حلو جدا ازاي؟ يشبه كتير الكنتاكي العادي، وكمان الطبقة الخارجية متماسكة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وكمان ده شكله من جوه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم.